السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الأعزاء في قناة ناني لايف. معاكم حنان علي، مدربة تنمية بشرية وأخصائي نفسي وتعديل سلوك. النهاردة هنتكلم، وده الجزء الثالث من كورس القانون الجذب الفكري. هنتكلم النهاردة عن قانون الجذب، لأن هو كده كده شغال، ولكن احنا بنشغله علينا مش لينا، يعني بنشغله ضد مش بنشغله لمصلحتنا. خلينا نقول ده ليه وعشان ايه وازاي هنبتدي نعدل افكارنا او نعيد برمجة العقل الباطن. احب اقول لكم وانوه ان لازم تسمعوا الجزء الاول والجزء الثاني من الكورس المجاني لقانون الجذب، موجود عندكم على القناة. اللي ما سمعوهوش لازم يسمعوه الاول عشان يمشي معانا بالتسلسل في الفيديوهات ان شاء الله، او الاوديوهات ان شاء الله. اتمنى منكم ما ننساش اللايك والشير عشان اكبر كم ممكن يستفيد منه ان شاء الله. تعالوا بقى نقول ليه بيكون شغال ضدنا. لان دايرة افكارنا اللي هي الشخص بيكون منشغل بان الشخص الاخر عنده ايه وانا ما عنديش ايه، هو جايب ايه وانا مش عندي ايه، هو ايه زيادة عنده وانا مش عندي. دايما باصص للاخر ايه اللي عنده وهو مش عنده، تمام؟ يعني دايما اكون انا كشخص باصص للاخر اللي قدام مني، الشخص المقابل هو عنده ايه. عندي عدم رضا وبص للاخرين مش بص لحالي. هنا في اللحظة دي انا زودت اللي عند الشخص اللي انا ببص عليه، اللي عند الشخص التاني، وقللت من اللي عندي. كمان نقطة تانية لازم نعرفها، ان العقل لا يستوعب النفي. يعني ما ينفعش اقول انا مش هحب فلان او انا لا احب فلان. هنا العقل هيشيل اداة النفي اللي هي لا احب، ومش هيشيل الاداة دي خالص، وهيعمل الشيء بذاته اللي انا بنفيه للأسف، هينفذه بدون نفي، وهيخليني احب فلان ده لانه لا يستوعب النفي، ما بيستوعبش لا ومش. تمام؟ قلنا في الاوديو الاولاني اذا ادركت الان فانت ملكت الغد. هقول معلومة هنا في النقطة دي بندرسها واحنا بندرس الايحاء. والايحاء ده هو ايه؟ هو بيوحي انماط افكار معينة للعقل الباطن في درجة معينة من الاسترخاء علشان اقدر ابرمج العقل الواعي بانماط معينة من الافكار اديها للعقل الباطن. فهنا وانا بشتغل على العقل الباطن اقول له ايه كل شويه، اقول له انسى امبارح، مالكش دعوه ببكره، خلينا هنا وخلينا دلوقتي وخلينا في الان، مبدا حياتك الاسمى هنا والان، بكره مش بتاعك وامبارح مش انت اللي عملته. في مثال صغير كده، ودي مشكله كلنا بنقع فيها. مثلا تيجي واحده تساليها تقولي لها انت مبسوطه، تقول لك اه بس مش عارفه، هو الشغل كويس بس مديري ده باين عليه ان هو انسان رخم قوي. هنا بقى هي توقعت التوقع السلبي وعاشت فيه، لان السؤال كان انت مبسوطة، لان هنا هي توقعت، يعني فكرت فجذبت وتلقيت. لان حتى لو هو كده وهو انسان رخم فعليا وانت سمع عنه كده، غيري فكرتك انت الفكر ايجابي وامحي السلبي. فهمتوني اقصد ايه؟ يعني لو هو بالفعل انت عارفه كويس جدا ان المدير ده انسان رخم او الانسان بيغتت او فانت اوريدي سمعتي، اوكي؟ ما تفكريش بقى في هذه الجزئيه، الغيها تماما وبدليها وحوليها من فكر سلبي لفكر ايجابي. هنتكلم النهارده عن قانون الجذب بمفهوم رواندا بايرن. مثلا انها قالت كل فكره طالعه ليها تردد معين، طلعت للكون فالكون جذب لي افكار مشابهه بنفس التردد. ده منطوق قانون الجذب. اما عندنا في الدين الاسلامي قال تفاءلوا بالخير تجدوه. ليه فكره التفاؤل؟ لانها بتجذب الخير. مثال بسيط بيجهل الكثير مننا، كلنا عندنا علاقات نفسية وعاطفية وشعورية. بنعمل ايه احنا بقى هنا؟ قبل ما بنتخانق مع الشخص المقرب لينا، اللي هو مقرب لينا للنفس او البارتنر بتاعنا، بنقول ايه؟ اه هو اليوم الفلاني ده يوم نكد. على سبيل المثال مثلا زي كده بيقولوا يوم الجمعة فيه ساعة كده مشية، يوم نكد مثلا. فمن قبليها كده انا صاحية الصبح وعاملة اوردر، تمام؟
ومظبطه الدنيا كده، اللي هو انا صاحيه عارفه ان في حاجه مش مظبوطه. فهنا انا مشحون بدايره احاسيس مش تمام، وخصوصا مثلا ان هيحدث بعد كده يوم ويك اند، والمفروض ان احنا هنبقى كويسين مع بعض. بس هنا بقى انا بقيت عملت ايه؟ انا ما عشتش في اليوم الويك اند ان هو جميل وهنبقى مبسوطين مع بعض، لا انا عشت التشاؤم، انا كنت متشائم، فاصبحت كل تصرفاتي من واقع شعوري الداخلي. حتى البادي لانجوج بتاعتي، جسمنا ليه لغة، فلغة جسدنا ساعتها اصلا هي قايمة على فكرة المشاعر. يعني لغة الجسد قايمة على فكرة المشاعر، جسمنا بيتحرك من خلال مشاعرنا، لان اللي بيحرك مشاعرنا هي هرمونات جسمنا بيحركها، ادراكنا وافكارنا، ودي ايماءات لغة الجسد. فهنا بقى التشاؤم ده اداني وش بلاستيك بقى، وخلى كلامي حاد، وطبيعي انها تحصل خناقة. ما هو منطقي جدا يعني ان انا قايمة وخلاص، انا شعوريا بربكت نفسي ان في ساعة نكد، وان اليوم ده كده مش هيعدي، مش عارفة ايه مشكلتنا بقى هنا. ايه اننا بنبص على النتائج ونحط لها احكام. يعني يجي يقول لك يوم الجمعة يوم كده في ساعة مش مظبوطة، في ساعة نكد كده مثلا. وبعدين بقى هنا ابتدوا يتوارثوها الأجيال، فلان قابل فلان فلازم يتخانق، فيجي يقول لك والله كنت عارف إننا هنتخانق. طب ما أنت اللي حطيت الدايرة الشعورية دي أساسا جوه منك، لأنك طول الوقت بتتصرف تصرفات تستدعي الخناق. بمجرد مثلا ناس قالت لك صباح الخير، في أي كلمة هتتقال هتبقى لأ، وإزاي ومنين بتتقال، اللي هو أنا خلاص أنا جاهز فعليا إن أنا هتخانق، جاي اتخانق. عندنا جين كده من جيناتنا بالتبعية، ان احنا بنحب ننقاد، بنحب اللي يسيطر علينا. في دراسة كانت في سنة حوالي 2008 او 2009، جابوا 40 واحد عينهم زرقاء و40 واحد عينهم بني، وبعدين قالوا بعد دراسات كتيرة جدا اكتشفنا ان اكتر نمط تفكير مبدع وعندهم ادراكات رائعة وخارقة للعادة اصحاب العيون الزرقاء. وقالوا لأصحاب العيون البنية نمط تفكيرهم عادي جدا، وهم أذكياء، ولكن ما فيش فيهم الإبداع، مش زي أصحاب العيون الزرق. فبعد 3 شهور، وهم على فكرة كانوا طلاب في الجامعة، لقوا إن 40 اللي عيونهم زرقاء حصلوا على أعلى الدرجات وسلموا مشروعات مبهرة، ولقوا التانيين كان نمط تدرجهم بطيء قوي. فبعد 3 شهور تانيين جم قالوا لهم احنا اسفين جدا، احنا غلطنا، وان النتائج اكتشفنا ان اصحاب العيون البني بالفعل اشتغلوا على نفسهم. لما رجعنا قلنا لهم ان احنا غلطنا في التقرير، وان احنا بالفعل كنا مخطئين في التقرير اللي طلعناه، وان انتوا اللي كنتوا اقوياء، وانتوا اللي كنتوا مبدعين، وانتوا اللي كنتوا قمة ذكاء عالية وخارقين للعادة. من هنا أصحاب العيون الزرقاء ناموا في الخط، وأصحاب العيون البني هم اللي اجتازوا، وهم اللي نجحوا، وهم اللي أبدعوا. إذن العقل ما بيفرقش ما بين الحقيقة والخديعة، لأنهم بالفعل كذبوا، أو بالفعل كانوا بيحاولوا بيعملوا الدراسة دي. أوكي، طيب هنقول إمتى بقى العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال؟ كلنا عندنا أفكارنا القديمة اللي اتبرمجنا عليها من وإحنا أجلنا لغاية مثلا سن 7 سنوات. في ناس قالت 5، وفي ناس قالت 7 سنوات. الأفكار مع التكرار قالوا سلوك، ولما عملت السلوك وحطيته في دايرة شعور أصبح عادات، وطبعا اتكررت معايا، ولما حطيتها في دايرة مشاعر أصبحت برمجة، دماغي اتبرمجت كده بقى. عرفت هنا ان الشخص ده متعب، والشخص ده متشائم، والشخص ده هيسعدني مثلا. بتكرار الموقف مدام دخل فيه شعور بقت فيه برمجة. يعني بعد ما كانت الفكرة صغيرة، بعد البرمجة للأسف زادت. في ناس كتيرة جدا بعد كده تيجي تقولك في مشاكلك انا عملت كل حاجة ومفيش فايدة ومفيش تغيير، لا انا اتغيرت ولا حد اتغير. مش هو ده اللي احنا طول الوقت بنقوله؟ هو ده الموضوع كله، ان افكارك ما اتغيرتش، ان لا حصل تعليم مختلف ولا مدخلات جديدة مختلفة تطورك. لازم تعرف ان العقل بيستوعب يوميا 60,000 فكرة يوميا. كل فكرة جديدة بتدخل
بتتثبت في الواعي. مع أول لحظة هدوء واسترخاء بيحصل إن العقل بيبدأ يمسك كل معلومة يحطها في الفولدرات بتاعتها، يحطها في فولدرها. عارفين كده لعبة سوليتير اللي بنلعبها؟ تلاقيها تك 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 كده مرة واحدة، اللي هو بيبتدي يسطب. احنا عقلنا عبارة عن كم فولدرات رهيبة جدا، ملفات. فالنهاردة لما بتيجي تسترخي وفي هدوء كده، بيجي بيقوم واخد المعلومة دي، مثلا في فولدر للعيلة، فولدر أصحاب، فولدر فلان، فولدر علان، وهكذا. وكون لي مخزون اسمه الذاكرة، والذاكرة دي لو اتحطت في الشعور أصبح كل ما أشوف فلان ولا فلانة بتضايق لله في لله، أو بحبها لله في لله، أو السلوك ده بيضايقني مثلا. هي دي دايرة أفكارنا، لأن ما حصلش مدخلات جديدة والفكرة السلبية عمالة بتزيد بتزيد، وتيجي واحدة تقول لي مفيش فايدة. مفيش فايدة من وجهة نظر أفكارك أنتي، لأن ما حصلش مدخلات جديدة تغير لي كل الكلام ده. لأ، السلوك، لا السلوك اتغير ولا حصل له عادات، ولا العادات عملت لها برمجة، ولا حصل تفكير جديد، ولا أي شيء جديد اتعلمته عشان يغير من ده. هنيجي نقول مثلا ازاي قانون الجذب وايه شروط تطبيقه. هقول لكم مثال صغير كده. كان الدكتور ابراهيم الفقي رحمة الله عليه قال المثل ده عن العقل البشري، ان العقل البشري بيشتغل ازاي. قال لك لو عندنا 2 اصدقاء بقالهم سنين ما شافوش بعض، وسي مثلا ده احمد وده محمد، فاحمد جه اتصل بمحمد، ومحمد هنا فرح قوي 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 ان احمد كلمه، وانت فين وجيت من السفر امتى، والتاني قال له انا هموت واشوفك، لازم نتقابل، خلاص تمام تمام بكره الساعه 6 مثلا، تمام هنتقابل. محمد عمل ايه؟ عمل لغى كل مواعيده اللي في حياته، وافتكر صديق الطفوله، فلغى كل عناصر واحداث الطفوله كلها، وافتكر منها صاحبه فقط، والمواقف الايجابيه اللي حصلت في حياته هو واحمد. وبدأ يعمم ان احساس الطفولة وصديق الطفولة احساس رائع جدا، لانه تذكر المشاعر الايجابية اللي حصلت بينه وبين صاحبه. فبدأ يتخيل ويتوقع ان المقابلة دي هترجعه للطفولة، وبدأ يتخيل شاف نفسه بقى هيلبس ايه، ويا ترى المكان الفلاني اللي هنتقابل فيه ايه وعامل ايه، وشاف صديقه احمد وهو داخل عليه هيقابله بقى بحضن شكله ايه، وعاش التخيل وطاقة غير عادية في لقاء بكرة اللي هيحصل الساعة 6 ده. محمد هنا خرج بالطاقة دي وراح قابل أحمد. وطبعا عايز أقول لكم إن محمد ده أساسا لغى كل مواعيد حياته اللي كانت عنده في هذا اليوم اللي هيتم فيه المقابلة، وراح قابل أحمد. وأول ما بيقول له أحمد، التاني راح لطشه بالقلم. في اللحظة دي محمد لغى كل الأفكار الإيجابية، وكون كل الأفكار السلبية اللي حصلت له بينه وبين محمد في الطفولة، وقال لك ده أساسا شخص مجنون، ده وأنا صغير حصل وحصل وحصل. وعمم هنا، فإن كان في سواد بقى في علاقته بيه، هو جابه كله، يعني جاب السواد ده في لحظات، في ثواني، وان هو انسان مجنون اصلا، وتخيل مع نفسه انه انا فعلا انا اللي غلطان، لاني ما تخيلتش انك ما زلت انسان غبي ومجنون، واكيد حياتك بايظه، كل ده حصل في اجزاء بسيطه من الثواني. ان حصل هنا ايه؟ الغاء للايجابي والمشاعر الايجابيه، وبعدين تعميم، وبعدين تخيل، وبعد كده سابه ومشي. هنا انتم متخيلين بقى طاقة محمد بقى ايه هي، او ايه هو اللي عايشه حاليا. لغى كل الافكار الايجابية واستدعى الافكار السلبية اللي عملها، زي مثلا ان اكيد البني ادم ده فاشل في كل حاجة، ما هو مجنون، ما هو كذا. وروح طبعا محمد ده وهو مش طايق نفسه خالص، التليفون رن فرد، فلقى احمد. محمد انت زعلان مني ولا ايه؟ حقك عليا، والله ما اقصد اللي حصل، وانا مش عارفه ايه، لا انت شكلك اتغير، اصل انا افتكرتك حد تاني، اصل حصل وحصل، لازم اشوفك تاني بكره، ولو ما جيتش انا اللي هجيلك، مش هينفع خالص، لازم اشوفك. اما محمد لغى كل الافكار السلبيه اللي حصلت مع احمد، وقام جايب بالتعميم برضو ان هو راجل طيب، بس ده هو ما يقصدهوش، لان الغربة بتغير وياما بيحصل. وقام متخيل لقاء تاني خالص، اللقاء بتاع تاني يوم.
وقال لك ان شاء الله اللقاء اللي جاي ده هيكون حلو، لانه هنا هو ادرك حاجات ما كانش مدركها. وقام رايح لاحمد وقابله ولطشه القلم. يا ترى عرفتوا هنا احنا بنعمل ايه في نفسنا؟ طول الوقت احنا بنعمل كده في افكارنا. هنشتغل على قوة التخيل، لان التخيل له قوة. في كتاب بتاع جوزيف ماري لقوة العقل الباطن بيتكلم عن قوة التخيل وازاي اجذب بقوة التخيل كل ما اريده، واي هدف عايز اجذبه ليا هجذبه. هنتكلم فيه في الاوديوهات الجاية معانا. وكمان في قانون في العقل الباطن اسمه قانون التركيز، فلما ركزت على فكرة معينة الفكرة دي بدأت تستدعي المتشابه ليها. يعني لو ايجابية هتستدعى ايجابي، ولو سلبي هتستدعى سلبي، ويحصل الحدث. يعني القصة اللي حكيناها دي بتورينا كيفية ادراك العقل للامور واستقباله للمثيرات. هي ما فيهاش جذب اطلاقا، ولكن قانون الجذب بيشتغل على الاهداف مش بيشتغل على البني ادمين، لان البني ادمين مش مسخرين. ربنا سخر لك كل حاجة في الكون ما عدا البني ادم، الانسان غير مسخر. لكن لو عايز اخلي فلان ده يتفاعل معايا، فانا هشوف نفسية فلان ده راحة فين، فبدأت اتعامل معاها بما ترغب مشاعرها الايجابية. فهنا هقدر اوصل له مشاعر ايجابية، فهيبدأ يستوعبني وهيستوعب افكاري. وده يبان معاكو في الطفل الصغير. لو حبك الطفل الصغير بياخد منك بلا حدود، ولو حطيت نفسك في دماغه فهيطهقك، لان دماغه فاضية وفاضيلك وانت مش فاضيله، فهو فاضي ليك، هو اللي هيحركك. فالانسان غير مسخر. فعشان كده بقول لكم ان الموقف بتاع احمد ومحمد اللي كنت بحكيه دلوقتي بيورينا ان الانسان لما بيكون التركيز عنده في شيء معين بيلغي كل حاجة في حياته، وما بيفكرش غير في اللي مركز فيه، ثم بيعمم الفكرة، ثم يتخيل بتوقعاته وبيتخيل حدث، فالحدث بقوة التخيل بيحصل. خلينا نقول ان افكارك بتحدد معتقداتك، ومعتقداتك بتحدد سلوكك، وسلوكك بيحدد علاقاتك الاجتماعية. وفي النهاية ده كله بيقولك انت هتتحرك مع الناس ازاي، وهتحقق قد ايه من اهدافك وتجذبها ليك. وده ما يميل الى العلم اكثر في الجذب. هنبدأ نتكلم في بعض قوانين العقل الباطن اللي ليها علاقة بقانون الجذب، وهو قانون من قوانين العقل الباطن. ليه محتاجين نتكلم على قوانين العقل الباطن؟ قانون التركيز من قوانين العقل الباطن، ومن القوانين اللي بتحطنا كلنا في دايرة مشاعرنا للأسف. قانون التركيز اني بركز على فكرة واحدة، والفكرة دي بتخدم شعوري الحالي. احنا اتفقنا قبل كده ان العقل الباطن هو مخزن الشعور، واتفقنا انه واخد الخبرات السابقة كلها، وواخد البرمجة من واحنا اجنة، اتكلمت عنه في الاوديوهات السابقة، واخد البرمجة دي كلها وحطها في الشعور اللي بيحركنا وبيحرك مشاعرنا، هو اللي بيحرك افكارنا. بمعنى جالي بقى دلوقتي قانون التركيز وعمل لي فكرة، ركزت مثلا في الالم، ففي دكتور يجي يكشف كده مثلا، هديكم مثال، دكتور بيجي يكشف كده وهو بيلهيكي في شيء تاني خالص، او اللي بيجي تدي حقنة مثلا، فقبل ما بتدي الحقنة بتلاقيها ضربت مكان الحقنة كده عشان تخدر، اللي هي لهيتك في الألم قبل ما تديكي الإبرة او الحقنة، نظير لانها تخليكي تركزي في شيء تاني خالص مختلف عن تركيزك في الألم وقتها. المنظور المجتمعي بينتقل بالبرمجة، زي اللي ما تجوزتش مثلا وهي سنها مثلا 24 سنة، لو هي عندها قانون تركيز بالواعي في فكرة الشغل والإلهاء في نجاحها، هنا اللي بيغير قانون التركيز هو تغيير المعتقد، اللي هي استبدال أو إلهاء، وده بإيدينا احنا، ده قرارنا احنا. أي تركيز بيأثر على أحاسيسك بيعمل لك حكم، وده اللي قلناه قبل كده، قلنا ان من اخطر حاجة ان عقلك يحط لك حكم في الموقف، زي ما يقولوا كده اللي بعد 24 سنة دي تبقى عانز، فهنا حط لك حكم
ثم إن هذا الحكم ينتج عنه سلوك، وهذا السلوك هو ما يحقق النتائج، سواء كانت النتائج دي سلبية أو إيجابية. إزاي أستخدم قانون الترجيز لصالحي؟ مش قانون التركيز كده كده موجود معانا وعمال يجذب لينا مشاعر سلبية ومفيش فايدة، وعمر الماضي ما هيتغير، وعمر ما في حاجة هتتغير، وهيفضل طول عمره الشخص ده نكدي، وهتفضل الست دي طول عمرها نكدية، وهتفضل طول عمرها صعبة. خلينا احنا بقى اللي نصنع الفكرة ونبتدي نركز عليها ونبتدي نجذب لينا صح. يعني اللي عندها 24 سنة وهم شايفين ان هم حكموا عليها ان هي تكون عانس، ان هم كذا، خالص هي مش هيبقى في دماغها اي حاجة لو هي ابتدت تحط نفسها انها تلهي نفسها وانها تشتغل وانها تدرس وتكمل دراسات عليا وده 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 وده، هتلاقي نفسها ان هي اوريدي ما كانش في دماغها ولهت نفسها، بل بالعكس ده كسبت ونجحت اكتر واكتر. فهنا هو ما والا انها برمجة. لما تيجي تسأل واحدة انت ليه عايشة في سلبيات مثلا الزوج اللي انت عايشة فيها دي، لما انت بتشتكي فتقول لك ده فيه وفيه وفيه وفيه، لو جيتي بصيتي لأصل الموضوع هتلاقيها عاشتها من وهي صغيرة أو ما شابه ذلك، يعني باعتقادها مع خبرات أمها ومع خبرات أبوها، فهتلاقي إيه؟ هتلاقي إن المثل يجذب المثل. هي شافت المنظور ده وشافت الفكرة دي، فهي ما زالت مكملة بيها، زي مثلا ماما ما خرجتش أنا مش هخرج، أو أنا مش عايزة أعمل زي ماما، وده كلنا عندنا المعتقد ده، انا مش عايزة ابقى زي ماما، وولادنا مكملين في نفس الفكرة والبرمجة، بس احنا للأسف بنتوجه للمثل، لان انا مركز اني مش عايز اكون فبكون، ورايح للفكرة الأساسية، لان قلنا العقل الباطن او العقل بيلغي النفي. علشان استخدم قانون التركيز لصالحي مهم جدا اني اصدق وادرك سلبياتي، وايه سلبيات الموضوع؟ بعد دراستي وتجاربي اقتنعت ان ليه وازاي دول مفتاحين لأداء اي نجاح وليس للفشل. لسبب ليه انا هنا وازاي اطلع منه، ليه انا هنا وازاي ده ما يتكررش معايا، ليه ده حصل وازاي استفيد بيه، ليه المشكلة دي حصلت وازاي اقف عليها واعلى، دي السلبيات في حياتي وازاي استخدمها لصالحي. كلمة ازاي لازم تكون اجابتها ايجابية ومحددة. اي شخصية محددة هي شخصية ناجحة، واي شخصية عاطفية حياتها كلها اللاواعي هو اللي بيشغل الواعي، بيشغله في اطاره هو مش العكس. قمة النجاح اني انا اللي بتحكم في مشاعري، ليه وازاي، هي دي اللي بتحطني في الحدث، بتحطني في الادراك للسلبيات. انا كنت والانسان متغير، انت دلوقتي هنا، انت الصبح غير بالليل، لان حالتك النفسية والمزاجية والشعورية وكم امتلاء الذاكرة او الواعي بكم شحنات وكهربتك اشتغلت قد ايه هي اللي بتحدد مودك الحالي، وكل المستقبلات حالية هي اللي بتحرك انت هتستخدمها ازاي. ليه وازاي؟ علشان اشغل الوعي. الوعي ده 10%، انت بتتكلم 90% عقل لا واعي وباطن. الواعي اللي شغال معاك 10% بس، والعشرة في المية دول هما النجاة ليك، نجاتك من افكارك السلبية. ليه انا هنا وازاي اطلع منه؟ ليه انا هنا وازاي اقف على المشكلة؟ ليه انا هنا وازاي استخدمها لصالحي؟ خلي عقلك هو اللي ينتج الاجابات ليك، وتأكد من النتائج هتكون مختلفة ليك ولصالحك. طب لو عقلي ما أنتجش إجابات، مفيش أي مشكلة إني أزود نفسي بأفكار، بحضور محاضرات، بكتاب هقراه، بمعلومة إضافية، بمعرفة لازم أغير من دايرة أفكاري، ثم بحول السلبيات لمهارات. وعشان ما طولش عليكم في الاوديو ده، خلينا في الاوديو الجاي هنكمل قوانين العقل الباطن، وهنكمل قانون الجذب وكورس قانون الجذب المجاني، وهنتكلم عن جزئية كده في موضوع الزواج، وازاي احدد هدفي، وازاي اعرف انا عايز ايه وهعمل ايه، واحول من سلبيات لايجابيات، وازاي اعيد برمجة العقل الباطن. بشكركم جدا، كانت معكم حنان علي، مدرب التنمية البشرية واخصائي نفسي وتعديل سلوك. اتمنى منكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للمشتركش في القناة. اهلا بيك، تحياتي لكم جميعا.